أهلا بكم من جديد. نتابع من قناة المشهد برنامج استوديو العرب، ونعود إلى بيروت مجددا في هذه الحلقة مع الغضب الكبير والجدل الواسع الذي أثرته زيارة وفد من رجال الدين المسيحيين لمعلم ليتا السياحي الذي يتضمن متحفا حربيا عائدا لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك لمناسبة ذكرى التحرير التي يحتفل بها كل عام. هذه الزيارة ردت عليها الكنائس اللبنانية والشخصيات السياسية والاجتماعية بالرفض والاستنكار، بالإضافة إلى رفض شعبي واسع، وانتشرت مطالبات بتوقيع عريضة رافضة لهذه الزيارة وبمحاسبة كل من شارك فيها. فما سر هذه الزيارة؟ وهل من أبعاد لها؟ ولماذا كل هذا الرفض؟ ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي ومؤسس أكاديمية الرئيس بشير جميل السيد ألفريد ماضي، الذي أرفق اليوم منشورا وزعه عبر واتساب وأرفقه بتسجيل صوتي يطلب من اللبنانيين المعترضين على زيارة هذا الوفد المسيحي بتوقيع اعتراضية تقدم من أجل محاسبة المطارنة والكهنة الذين زاروا الأماكن التابعة لحزب الله. ألفريد ماضي معنا مباشرة من بيروت، أهلا بك أستاذ ألفريد. Thank you أستاذ توني، خلي ليك. لماذا هذه الحملة وهذا الاعتراض على تلك الزيارة؟ يعني زيارة رجال دين مسيحيين وغير مسيحيين إلى موقع يرمز إلى التحرير الذي حصل في جنوب لبنان، لماذا كل هذا الرفض وكل تلك النقمة وتجمعون توقيع اليوم من أجل محاسبة هؤلاء؟ لك أول شغلي، في أنا عددت أربع أسباب يلي بتخلينا نقوم بهالعمل. هذا عمل لك بشير جميل وقت كان عايش، والمقاومة اللبنانية حاربنا الوجود الأجنبي على لبنان، الكام منظمة التحرير الفلسطينية أو السوري. اليوم نحن عندنا وجود يشابه هذا الوجود، عندنا حزب الله وإيران، وحزب الله أعلن أنه هو ينتمي إلى ولاية الفقيه، وسلاحه وأرضه وشعبه وتيابه وأكله وشربه يأتي من إيران، مش أنا اللي قال، هو اللي قال. يعني بالنسبة لي أنا، ولكن هو سؤال، هو قال يأتي من إيران، هو قال يأتي من إيران لمواجهة إسرائيل. هلا خلينا، يعني هذا موضوع تاني كبير إذا بدي فوت فيه، ما بدي فوت بعلاقات إيران بإسرائيل من 2500 سنة من سبي بابل وقبل حرب العراق، وكم وفد راح وكم، وكتبت مقالة عن هذا الموضوع في النهار واضح، وما بدي أرجع أذكر بس إنه وقت اللي كانت حرب الأخوة بالجنوب بين أمل وحزب الله كانت أمل رفقاني. الكونفوي اللي إجا من بعلبك الهرمل على الجنوب، كونفوي حزب الله، كان بحراسة إسرائيلية وكل عالم شافته. يعني ما حدا يزيد علينا بهذا الموضوع، نحن بنعرف هذه العلاقة. وآخر شغلتين صاروا، يلي هي ترسيم الحدود البحرية، كانت إيران رسمتها وحزب الله كان هو أساسي فيها، والدولة اللبنانية والزعماء السياسيين ما كانوا إلا للإخراج، وهيدي كانت بتعطي إسرائيل أكثر من ما هي طالبة، ويمكن بتأمن مدخول لحزب الله من خلال الشركة اللي بدها تجيبها. والشغلة الثانية اللي صارت مؤخرا كمان هي رد من خلال بعض الأحداث اللي عم تصير، المناورات اللي صارت بجنوب، هي مش تهديد لإسرائيل، هي للداخل اللبناني، ولا تقول لإسرائيلي نحن خيّم مستعدين نحرس كل الحدود مثل ما نحن عايزين كل الحدود. يعني ما نضحك على حالنا وعلى الناس، الناس صارت تعرف أنه هيدا يعني كلهم عم يستعملوا، إيران استعملت القضية الفلسطينية تقدرت تخش وسكتت العرب، وهون بيستعملوا الجنوب انه عندنا مزارع شبعه بدنا نحضرها، وعندنا هون طيب بدنا نعمل حرب. خلينا نرجع خلينا نرجع على موضوعنا استاذ ألفريد، موضوع مثل ما عم نشوف على الصوره، رجال دين مسيحيين شاركوا واثاروا النقمه، انه لماذا يذهب هؤلاء الى مواقع لحزب الله، واليوم حزب الله عليه علامات استفهام عديده، ولكن من بين هؤلاء كان في رجال دين محسوبين او مقربين سياسيا وفكريا عليكم يعني وعلى تاريخكم،
ومن مناطق محسوبة يعني شوي اليوم خلينا نقول على فريق سياسي معادي لحزب الله. كان مطران يعني خلينا على سبيل المثال مثلا المطران رحمي كان موجود، مطارين أخرى كانوا موجودين. طيب شو السبب؟ ليك أنا السبب يعني إذا بدك تطلع، أنا ما بدي فوت إذا هيدا كان مقرب من هون أو مش مقرب من هون، بلا مهم كتير، مهم كتير أنه لما يكون مطران مقرب من فريق سياسي معين ويروح يشارك، هل راح بشكل إفرادي، هل راح بإعاز من فريقه السياسي، هل راح بإعاز من أبناء منطقته؟ بدك توني بدك تسأله. أنا بالنسبة لإلي في ثلاث أنواع من يلي راح، يعني بدي أعتذر هون، يمكن بكرة بدي يقوموا علي. يا في نوع مؤمن بهالشي ومؤمن أنه حزب الله هو مش محتل لبنان، وأنه هيدي مش خيانة ولا وصمة عار بتاريخ الكنيسة، وفي فريق يا قابض معنويا أو ماديا ما بعرف، وفي فريق خيي خايف ورايح لأنه خايف أنه أنا هاي بمناطق، وإذا بتشوف كلها مناطق تماس، يعني المطارن اللي راحوا أو رجال الدين أو الكهنوت راحوا، يا أما خايفين، يعني أنت وقت بتخاف بتبطل أنت عم تشهد لتاريخك كنيسة مقاومة، وإذا رحت لأسباب معنوية أو مادية لسبب ما كمان. أما إذا في حدا هو مقرب من فريق وراح، أنا ما بعرف شو السبب، خلي فريقه. أنا بس بدي أقول لك شغلي، هي معلومة يعني سربت لإلي من عن أحد المطارني، بيقول عندما كان يعاتب من أبناء منطقته أنه كيف بتروح كذا، قيل أنه قال لقد خدعت، أنا لم يقل لي أنه الموضوع رح يكون هيك، الكلمة اللي أنا قلتها تم اجتزائها، أنا تكلمت عن كل شهداء المقاومة الذين سقطوا عبر التاريخ بلبنان، ومنهم من سقط في مواجهة الفلسطينيين وفي مواجهة السوريين وفي مواجهة الإسرائيليين، فاقتطع كلامي ولم يبث إلا جملة واحدة، لم نكن نعلم أن سيتم تصويرنا بهذا الشكل، ولم نكن نعلم أن الدعوة هي هذا ما قاله كي يبرر. هل برأيك أنهم بالفعل تعرضوا هؤلاء المطارنة إلى عملية خداع كما يقولون، أو هذا مجرد تبرير يعني للجم الغضب عليهم؟ ليك أكيد في غضب هائل بكل المناطق. أول شغلة، إذا خدعوا للأسف مش أدى، واحد اثنين يقوم يقول أنا ويطلع يوقف مثل ما راح وحكي هونيك وبهدلنا وبهدل تخلى عن دور الكنيسة المقاومة اللي عملت لبنان، وعملت لبنان مساحة حرية، وهون في فريق أنت رحت تعطيه شرعية لوجود سلاح حزب الله، وتعطي شرعية لمعادلة شعب وجيش ومقاومة، أنت رحت تعطي هذا الغطاء نييف يلي ما عارف أنه رايح يعمل هيك، بيكون نييف، ما لازم يتعاطى بالشأن العام. نحن خي أنا ما عم اتعاطى اليوم بشأن الكنيسة، اللي راحوا تعدوا علي، تعدوا على شأن وطني وشأن سياسي، أنا ما بتعاطى طيب. سياسي هلا الفريد، سؤال أخير، لماذا البطرك البطريرك الماروني المعروف بسياسته أنه هو منه موافق على سياسة حزب الله في لبنان، وبعض يعني البطاركة والمطارنة الآخرين من طوائف يعني في موارني، في أرثوذكس، في ما إلى هنالك، لماذا لم يصدر عنهم أي بيان يشجب هذا الموضوع أو يحاسب هؤلاء الأشخاص حتى الساعة؟ السؤال كثير محلو، نحن لم نزل ننتظر في حدا بده يقوم يوضح شو صار، ولازم يتوضح شو صار، لو وضحوا شو صار ما كنا عملنا البيتيشن نحن، ولكن في خلل شي محل، هذا الخلل او بيصلح من داخل الكنيسة، او للاسف بده يصير في حركات من برات الكنيسة تنقدر نعرف انه هاي فضيحة كبيرة، يعني هيدي ما بتنحمل، مجتمعنا ما بيحملها، انك انت رجال دين بهالصور اللي تصوروها وبالتصاريح يلي هي أنحس من الزيارة والصور، يحكوا بهيك كلام
ويشرعنوا هذا السلاح، يتخلوا عن دم شهدائنا، يتخلوا عن دم بشير جميل، ويقدروا تمر مرور الكرام. هاي ما بتمر ولا رح نخليها تمر. وبعتقد بكل ضيعه، بكل محل ما راح خوري او كذا، في حركه هونيك عم تصير، لانه ما حدا راضي عن هذه الزياره وعن الغطاء اللي عطوه لهذا السلاح اللي هو سلاح غير شرعي. الباحث السياسي ومؤسس أكاديمية بشير جميل السيد ألفريد ماضي، شكرا لك على مداخلتك معنا في هذه الحلقة.